من هو اللي عايض آل زايد؟ وين عايض؟ وينك عايض؟ سؤالك كان متى تأسست شركة الاتصالات السعودية؟ وش اللي قلت؟ 95. 95. طبعا احنا قلنا ان الإجابة 2002، تمام؟ وانت قلت 1995، فتأكدوا الآن الإخوان. تمام؟ وبما ان الإجابة قريبة من 1995 إلى 1978، وهي الإجابة الصح 98، 1998 الإجابة صح، فتأخذ 100 نقطة. ألف مبروك يا عادل. شايف ايه؟ يا حقود يا حافظ. طيب طبعا خلونا بس نوضح معلومة، نوضح معلومة. أنا حسب قراءتي شباب، ناخذ معلومة حسب قراءتي، إن شركة الاتصالات السعودية في 1998 تقريبا كان في مرسوم وزاري، هذا في الوقت اللي تأسست فيه، وأيضا كان في 2002 مرسوم وزاري أو ملكي بتغيير اسمها من شركة إلى شركة حسب المعلومات اللي عندي. فهي كانت في 1998 وكانت في 2002، فالتأسيس الأول هو 1998. تمام، تفضل عايض. الإذاعة في المملكة العربية السعودية، مصنع الإذاعات حق الإذاعة، القناة الإذاعية، بعدها بعشر سنوات بدأ شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية. يا سلام، هذه معلومة عندك أنا ما أدري، بس إني هو 1900. أتمنى من أبو عبد الرحيم يشوف المعلومة هذه لأنها صحيحة. يا سلام، شكرا لعايض. ألف مبروك 100 نقطة. تفضل ماجد، في شيء؟